بالنسبه للقصه دابا جلابه شحال هادي كنا كنعرفوا غير مخزنيه الكتاف نازلين مقزبه ولا تيقولوا لا جلابه جبليه، دابا رجعت على مود وتزاد معاها في قصات اخرين اللي هما الكيمونو، جلابه كاب كتلقاي جلابه بالقب وهذا وهي محلوله من القدام اللي تقدري تلبسيها مع تايور، تقدري تلبسيها مع ان بول ودي جينز، فهمتي كتلبس روميه عصريه مع دي بوت مع مختلفه كتجي مميزه على جلابه البلديه اللي كنا كنعرفوا شحال هذه. بالنسبه لهاد الجلابه اختارينا توب الكاشمير اللي معروف في السوق ومن الماركه الممتازه، اختارينا هاد لا كولور نيود، خدمناها منبته بهاد العقيق باش ودرنا القصه ديالها، خدمنا القصه مخزاني باش تجي شويه سبور، كنخدموا هاد الجلالب للمناسبات الخاصه، ماشي دائما كيجينا الحضور غير في الصيف اللي كنستعملوا فيه التواب نازلين وخفاف، كتجينا حتى شي حضره في فصل الشتاء ولا هذا اللي كنبغيو تكون عندنا جلابه دافيه و او ميم طون حضاريه. هادشي علاش فكرت نخدم هاد الجلابه بهاد الطريقه. بالنسبه لهاد الجلابه اللون الاسود اللي كيجي مع كيواتي كاع البشرات السمراء والبيضاء، هنا اختارينا نخدموه باش كما قلنا يجينا ابيي يجي باين ملبوس حضاري، خدمناه بالبرونز نوار في نوار كيبقى ديسكري كنلبسوه كل نهار، هنا اختاريت نخدمو بالبرونز بلا كوب دغوات الافتتاحات في الجنيبات بهاد لي كروشي اللي اعتمد نخدمهم هنا في الصدر وفي الكتفات وفوق الفتاحي. كتقدر تلبسها المراه مع سوا دي بوتين سوا دي زيسبا سوا دي بالغين، تقدر تلبسها مع اي حاجه كتختار، وكتبقى كيف ما قلنا خفيفه ابي وفي نفس الوقت دافيه مناسبه للموسم. بالنسبه لهاد الجلابه هو القصه اللي كنا كنهضروا عليها قبل ديال جلابه كيمونو، هنا كاشمير كيف ما كنشوفوه سخون ما نازل، هذا هو اللي ضروري خصو يكون في التوب، هذا هو الشرط ديال الفصاله كيمونو في التوب سخون، هو دافي مي في نفس الوقت خفيف، هو اللي نقدروا نخدموا به جلابه كيمونو، هكا كيكونوا فيها الافتتاحات في الجنيبات مقصيره كتجي مع لي بوت. هنا اختارينا ندخلوا هاد اللون مع هاد لا موتارد باش نخرجوا اللون ديالو. وبالنسبه للسيده اللي كدير الحجاب تقدر تستعمل الفولار بالموف والموتارد كيجي زوين. بالنسبه لهاد الجلابه فيها اللون البلو مارين اللي كيتماشى بزاف مع فصل الشتاء وتا هو في الكاشمير اوني، هنا اختاريت نخدمو بلا كوب دغوات، اختاريت هاد السيل ديال لي لاسي باش يجيو شويه سبور هكا في التوق وفي الافتتاحات مع الشوشه اللي غادي تكون ديجا في القب، هنا مازال ما درتهاش، واختاريت اللون في اللون باش تقدر السيده تماري مع اي اكسسوار بغات، لا من ناحيه الفولار لا من ناحيه الساك لا من ناحيه اي حاجه بغات، اي اكسسوار كتزيدو السيده على الجلابه في البلو ماغير كيدخل عليه اي لون، يا الاحمر يا البوردو يا البرونز نوار لا بيج، يعني تقدر تستعمل اي لون يدخل مع هاد البلو مارين.